السادة المشاهدين، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. لنبدأ على بركة الله. السوسن ذهبي العروق هو أحد السواسن، نبات معمر ريزومي، اسمه العلمي آيريس كريسو جرافس، يتبع الفصيلة السوسنية أريدا سي، يمكث من 2 إلى 5 سنين. موطنه أصلي الصين وميانمار. أوراقه شريطية ضيقة النصل خضراء رمادية، أزهاره سوداء تميل للبنفسجي، تظهر صيفا مع عروق صفراء. يعيش في الإضاءة الكاملة أو الظل الجزئي، ويعيش في تربة متوسطة خصوبة جيدة الصرف من الترب الحمضية إلى القلوية. أزهاره تصلح للقطف والتجفيف. وندعكم مع صور النبات. شكرا لحسن المشاهدة. من عنده اقتراحات أو آراء اكتبوها في تعليقات. بارك الله فيكم ودمتم سالمين.